السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواجد اليوم بنادي الكاك للكرة الحديدية، والمناسبة العيد بمناسبة العيد الوطني لذكرى 11 يناير لتقديم وثيقة الاستقلال. ينظم نادي الكاك للكرة الحديدية من عصبة الشمال الغربي دوري ودي استعدادا للدوريات الرسمية المقبلة لسنة 2020. عرف الدوري مشاركة 37 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، موزعة على شكل مجموعات للتباري من أجل تحديد ثلاثيتين مؤهلتين للدور الثمن النهاية. يشرف عن تسيير هذا الدوري الحكم الوطني السيد حفيد عرعور من عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية. ميكرو سين بيكا تجول وأخذ بعض الآراء من بعض اللاعبين المشاركين. الدوري هذا المجموع وكان كامل عصبة الشمال، وخاص كان لعابة في المستوى، والدوري نظم بشكل جيد، وكنشكروا جميع الإخوان الممارسين والمتفرجين، وكنشكروا النادي على التنظيم. شكرا لك. شكرا لك. تبارك الله، كونكور دار زوين لأحسن ما درنا، دارو كلوب دار كثرة الجهود ديالو باش كمل هاد الكونكور، إوا راه دارو فيه مبلغ مزيان علاش الناس جاو، باش الناس يتحبوا بحياتهم، هادشي كامل تتبقى صدقة. شكرا لك. شكرا لك. بحال دابا واحد دابا راه متيجيش باش يربح وليدي فلوس، تيجا باش يشري الصدقة مع الناس، هادشي كامل كلها صدقة. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. شكرا. شوف الناس اللي جاوا من بعيد، دير صوت شويه من قريب. وجدنا هذا الدوري بالمناسبه شارك، كانت المشاركه في هذا، جاوا الناس من شكل اربعه الرباط لا وترحبوا بهم، وكنتمنوا بالنسبه لنا للرؤساء ديال النوادي يغتنموا فرصتهم ويدوا بحال الدوريات الحبيه استعدادا للموسم المقبل. شكرا لك اخي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد المناسبة ديال تقديم وثيقة الاستقلال، كلوب ديال الكتاب، غير واحد حوري اللي جاو منه لاعبين من جميع من الغرب ومن عصبة الوسط، من جميع العصاب، وهذه واحد بادرة حسنة، لأن نهار السبت هذا فهاد النهار هذا اللي يجتمعوا اللعابة اللي شحال هذه ما تشوفوا، نتمناو على الله يتكمل هذا الدوري بواحد الجو عائلي أخوي رياضي. شكرا لك الأخ رفيق. سلام. Hey!
كيشاركوا في الدوري هذا تاع حماد اللي تيديروه كل نوبه تيديروا باش يجمع الاخوان اللعبه تاع الكره الحديديه وتنشاركوا وتنضحكوا وتنلعبوا وتنفوجوا مع ريوسنا ومن بعد تنتفرقوا كل تيمشي على خير وبخير تمشي المحل. المهم هو اللقاء مع الاصدقاء وسامي. شكرا على الاصدقاء. شكرا لك. بعد الوثيقه ضباب الاستقلال هذا هو باش كنتجمعوا كانت شويه ديال الكارت اللي درا عند الناس باش نجمعوا باش نشطوا شويه ما نبقاوش عارف ديك الروتين ديال الدار شوي.